هي موضوع يعني فيه تفاصيل كتيرة جدا متعلقة بالكيمستري اللي بينهم وبين بعض، دي مهمة جدا. وكل شخص بيبقى ليه دور ممكن يبقى مش الناس مش شايفاه ولا حساه. فيعني فور اكزامبل مثلا الدرمز، هل تامر مثلا احسن واحد بيلعب درمز في مصر؟ لا. هل انا احسن واحد بغني؟ لا. شايف قال عليك ايه؟ مش احسن واحد. انا واخد بقى انا ساكت. بس انت ساعات في فرقة، واعتقد استاذ ناير هيبقى عارف دي اكتر مني، ان انت يعني انا بالنسبه لي ما اقدرش العب مع درامر تاني. ليه؟ لان انا يهمني الدرامر اللي بلعب معاه يكون بيسمع الاغنيه، يعني تلاقي تامر الوحيد مثلا هو بيغني بيلعب الاغنيه هو بيغنيها، الباقي دايما الدرامر بيبقى مركز في الدرامز والتيمبو والبيت فقط، لكن بيبقى يخش بجوارحه اكتر في الاغنيه تامر، وبيبقى بينجوينج هيم سيلف اكتر، فده بيدي روح كبيره قوي للاغنيه. ممكن ده دور مش حدش هيشوفه، يعني الناس تقول لك ده درامز بس، لا هو مش درامز بس، اولا درامز وفنان وليه دوره. يعني ادم مثلا ليه دور اخر، فاهم؟ اللي هو دايما الاختلافات الكبيره اللي بيني وبين مثلا تامر اللي بيبقى في النص، دايما ادم بيبقى الراي المتوازن العاقل. يعني المزيكا في اللايف، يعني حتى احنا بنلعب لايف هو دايما الدور بتاع كل واحد ممكن ما يكتبش في ورقه او كده، بس ولكنه دور مهم جدا. يعني لو اي حلقه من دول افتقدناها مش هنبقى كايروكي يعني. صح.